فايلر قدر يستغل اللعيبه بالظبط الامكانيات بتاعت بالظبط اللعيبه دي الفرق ما بين المدرب ومدرب. انت ممكن يكون عندك امكانيات، ممكن تكون لعيبه كتيره جدا ولعيبه كويسه جدا، بس انت مش عارف تستغلهم. وعندك لعيبه، ممكن يبقى عندك عناصر خمس لعيبه تقدر تستغل الفرقه كويس. النادي الاهلي في الفتره الاخيره الاداء من ناحيه السرعه، من ناحيه الضغط، من ناحيه الجزء الدفاعي، التهديف الطريقه الدفاعيه مع الهجوميه دي اتغيرت بشكل كبير جدا. دي ما كانتش موجوده في الاهلي في الفتره اخر خمس سنين. لا 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 لا، هي كانت موجوده بس الفتره اللي فاتت. نقطه مهمه من ايام لا لا، هي من ايام جريدو. طب بالراحه بس عشان الناس تسمع. اتفضل. في جزئيه خلينا احنا نتكلم، انا بكلام الصحفيين يعني المعلومات، يعني ان لما بتيجي تسال اكتر من لاعب في النادي الاهلي من الاساسيين يا كابتن مجدي بيقول لك بيعرف يتعامل مع اللعيب، هو قريب للعيب، قريب جدا للعيب، وده بيفرق جدا طبعا. وحضراته في نفس الوقت وفي نفس الوقت بالظبط وفي نفس الوقت لا، والاهم ان هو عادل كمان، اللعيبه بتتقبل يعني هو في الفتره اي قرار. مهم جدا انك انت لما بيكون عندك 30 لاعب مثلا لانه عادل زي ما بيقول كابتن رضا وعامل منافسه. انا ملاحظ ان هو عامل منافسه مكهرب اللعيبه، يعني يكفي مثلا ان هو كان اول واحد يعرف برغبه شريف اكرامي في الرحيل عن النادي الاهلي من ثلاث شهور في جلسه خاصه. لا اتكلم مع اي حد من المسؤولين في النادي الاهلي، ولا اتكلم مع اي حد داخل الفريق، ولا الكلام ده كله، بحيث ان هو كان بيحاول يلم المشكله قبل ما تظهر على هو بيعمل حته التدوير كويس. صح كده يا كابتن، هو فكره كمان ان انا ابقى عندي كذا لعيب في نفس المركز قادر ان هو يبقى متواجد في حاله اي اصابه واحد منهم يبقى متواجد، دي حاجه كانت مهمه جدا، لان انت بتلعب بطوله او كذا بطوله فمحتاج كم اللعيبه يبقى في نفس المستوى. هي دي مهمه جدا.